مشاهدين ومتابعين قناة أشواق تيفي، مرحبا بكم معنا. اليوم كنحتفلوا بعيد المرأة، أو في هذا الشهر هذا كنحتفلوا بجوج الحوايج زوينين. بعد أنا كيعجبني لو برينتون، فصل الربيع، وعيد المرأة اللي هو 8 مارس. هذا الشهر دائما كنخلدوا فيه المرأة، كنكرموا فيه المرأة، ربما نهار واحد ما كافيش، ولكن حنا كنبغيو نقولوا اليوم شكرا للرجل لأنه يلتفت للمرأة في هذا النهار هذا. شكرا للجمعيات الحقوقية اللي كتعطي للمرأة هذا النهار هذا باش نلتفتوا لها فيه. كيف ما كانت هذه المرأة عازبة، مطلقة، متزوجة، ربت بيت، عاملة، محامية، دكتورة، صحفية، كل شيء. كنبغي نقول اليوم مبروك عيدكم، وكل عام وأنتن بألف خير. معايا الكوبل أشرف وفاطمة الزهراء، الكوبل السنة، الكوبل ديال 8 مارس، كيبغيو بعضياتهم، عاشوا حياة زوينة، دوزوا جوج ديال 8 مارس مع بعضياتهم، وهذا هو الثالث. الزواج ديالهم تمر عليه بنية سميتها فردوس، عندها 9 شهور. العمر ديالهم بصح باقي صغير، كيبانوا باقيين صغار، ولكن كنشوف بأن العلاقة اللي بيناتهم كبيرة، وكبيرة بزاف، ربما كبر من اللاج ديالهم. نبداو مع فاطمة الزهراء. ليديز فيرست. فاطمة الزهراء مرحبا بك. الله يكبر بك. كديرة لاباس عليك؟ الحمد لله كلشي بخير. كدير معك أشرف؟ كلشي مزيان. مهلي فيك؟ مهلية فيك؟ ضروري ضروري، حاجة باينة هادي. كتبغيه؟ أشنو تبغي تقولي ليه بمناسبة ديال عيد المرأة؟ أشنو تبغي تقولي ليه؟ هو خاصو يقول لي باش انا هو راه غيقول لك، ولكن 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 شنو هما الحوايج اللي كتشوفي في اشرف والمزايا زعما غير ممكن انك تلقايهم مع شي راجل اخر؟ لا هي الحقيقه مريض، لقيت واحد بحالو مكتبوس، لا ولد الناس وظريف، حتى دارهم ظريفين والله. ودابا خلينا من دارهم، انت راه مزوجاش بدارهم، مزوجه باشرف. عاودي لينا على اشرف كي داير. عاودي لينا على اشرف كي داير. لا قبيح، كيتعصب. لا ظريف بالعكس، وضروري شويه طلع صاب. وا قولي لينا، عاودي لينا كيفاش الطباع ديالو، قولي لنا باش حتى حنا غنسولوه نفس السؤال. لا هو بعقله ولكن عصبي، على ابسط حاجه كيتعصب، على ابسط حاجه، ولكن ظريف نفس الوقت، ظريف عصبي ظريف. يخ من عيني فيه. الله يخليكم بعضياتكم. شنو كتسني اليوم يقدر يجيب لك في 8 مارس؟ مناسبة 8 مارس لا ما عرفت. شنو كتتوقعي مثلا؟ يخت؟ لا. سفر لباريس؟ ما عرفتش والله. أقول شي 5 كيلو ديال الدب. قولي أنا دابا كا كنقول، دابا أنا كنقول ما عرفتش لا ما عرفتش. كتب لك ورقة ديال الشعر. لا ما عدتش مع الشعر. ما عرفتش. نتقاداو ليا، قولي لي أنت شنو كتوقعي؟ ربما أنت كتعرفي أشرف حسن مني، شنو يقدر يدير؟ زعما شي وردة من الجردة ولا شي حاجة. انت خلي عندك صندير بينا. لا كان شحال كتجيب ديال الورد، بعض المرات الريحه على حسب، دابا الله اعلم، ما تعرف ما يجيب لي والو كاع. قولي طولتي. ولكن يكفي انه يعترف لك بهذاك النهار ويقول لك كنبغيك ويعترف بالمجهودات ديالك. ديما كيقول هذا ماشي زوجه وكأم بالعيد ولا حتى حاجه كيقولها. حقيقه دابا يقدر يكون يقول كثر، ما كيقولش كلمه ثلاثه، دابا يقدر يقول كثر. كدافعي لي بابا كتبغي. ضروري ضروري. تبارك الله عليك أشرف، صافا لاباس عليك؟ صافا الحمد لله، الله يحفظك. الله ينور. عاود لينا جوج أعياد ديال 8 مارس، جوج
عياد ديال المرأة دوزتي مع فاطمة زهراء وهذا هو الثالث. دازو زوينين صراحة ما نكذبش عليك، دوز عياد دازو مني كدوزو مع المرأة اللي كتبغي شي حاجة بزاف صراحة والله ما نكذب عليك. يعني كنبغي نقول لها راه مازال كنبغيها ونموت معاها والله يخليها ليا صراحة ما نكذبش عليك. ولدت لي واحد البنية اللي تبارك الله بجوجهم صراحة بجوج الله يخليهم لي يا ربي والله يسهل عليا باش نزيد نعطيها. من كلام جميل. وشنو تبغي تقول لماماك حتى دا عيد المرأة ماشي عيد الزوجة؟ الوالدة الوالدة راه يتاج يعني كيف ما كنقولوا حنا الوالدين وخصوصا الوالدة يعني يساس، يعني راه الجنة تحت أقدام الأمهات. يعني كون ما كانتش الوالدة راه ما غنكونش أنا. يعني راه كتكون حداك الوالدة سند وكتحس بواحد الاطمئنان، يعني ملي كتبغي تخوي قلبك كتجي عند الوالده ديالك. يعني صراحه اي واحد اللي عنده الوالده ديالو الوالد ديالو الله يخليهم ليه، واللي ما عندوش الله يصبره. وهذا الشيء اللي كاين يعني الوالده الله يخليها ليا من هذا النهار هذا، والله يخلي لك انت والديك والله يطول لها العمر تشوف ان شاء الله بنت ولدها كيف ما تمناش، والله يعطيني باش نعطيها حتى هي ونعطي الوالد. وهذا الشيء اللي كاين يعني ما تغمقش عليها بجوج كلمة، ضروري جوج كادويات عندك دابا ضروري جوج، هما كيكونوا ماشي جوج راه واخا نعطيها شحال ما عطيتها راه ما غاديش نرجع لها. ماشي بالقيمة ديالو الفلوس ولا القيمة ديالها المادية، وإنما القيمة ديالو كيف كنقولوا في فرونسي لو جيست كي كونت. يعني فري ما كتبتيش، إنما يعني القيمة المعنوية ربما هي كل شيء. يعني أما كلمة بصاد زوين كلمة شي الوالدة شي نقدر نقول لها شي كلمة زوينة ما تجداش الفرحه. سيدي ما تقولش لها كلمه زوينه غير ما يطلب منك شي حاجه قول لها نعم انا غنتسخر. ضروري 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 هذاك النهار وداك الشيء ما خصوش يكون. يعني الوالده راه شي حاجه ولا تقول لهم اوف ولا تنهرهم صراحه. الله يهدينا الله يهدينا جميعا. اشرف صراحه عجبتني العلاقه ديالتكم انت ولا الوالد ديالك ولا الوالده ديالك ولا مع فاطمه زهراء عايشين صراحه الحمد لله متفاهمين متقاربين عندكم بنيه اللي ان شاء الله تشوفها كيف ما كتمناو. شنو تبغي تقول اليوم للمراه المغربيه وتعيدها بهذه المناسبه ديال عيد المراه؟ الكلمه اللي غنوصل لهم صراحه الله يخليهم لنا كاملين صراحة الأمهات وهذا الله يخليهم لنا كاملين والله يطول لهم العمر. يعني هذا العيد راه بالنسبة لهم هما يعني شي حاجة اللي زوينة، ولكن حنا صراحة خصنا نديروا لهم هادشي بدون أعياد. يعني ما واخا ما يكونش العيد خاصك دير ليها وتعطيها يعني العيد انا نبغي نذكر هذا غير يوم ذكرى يعني كتذكر به حقوق المراه حقوق المراه. يعني الصراحه المراه راه شي حاجه راه كون ما كانتش المراه ما غيكونش الراجل، وما كانش الراجل ما غتكونش المراه. يعني اتحدوا يعني هذا الشيء اللي كاين يعني الاتحاد بجوج ربي راه كيسر هذا الشيء اللي كاين. تماما. دابا خلينا من هادشي غندوزو اليوتيوبر بما انك نتوما يوتيوبرز انت والزوجه ديالك، كيفاش كدوزو النهار ديالكم؟ هادوك المقاليب عاودوا لينا. النهار ديالنا كيدوز عادي صراحه كاع بحال اي كوبل ما نكذبش عليك. يعني ضروري الصباح ملي كتمشي لخدمتك ولا كتمشي يعني فاش كتجي راه كتلقى مدام ديالك كدير لك شي حوايج وهي والوالده يعني كيكونوا متفاهمين في العلاقه. كيقول لك دي برانك لا. هي صراحه الوالده ما كتبغيش تبان معنا في لي برانك ما نكذبش عليك. فاش كنبغي ندير لها شي مقلب للوالده يعني واخا كندير لها مقلب وكنقول لها راهي كاميرا ما كتبغيش تبان معايا يعني ضروري نرضيوها. ما يمكنش بينا يعني كتبقى ديك الساعه حريه التعبير ديالها. يعني شوف راه العقليه ديالك كتقول لها فحالك يعني كتحشم يعني كتحشم يعني راه شحال من لايف كنطلق في فلاشين وملي كيقولوا لي فين الوالده ديالك حيت عمرهم ما شافوها معايا يعني كنقول لهم راه كتحشم ما كتبغيش تبان. يعني هذا الشيء اللي كاين نحترموا هادشي. كندير لها مقلب بحال هكا كندير لفاطمه الزهراء ما كتبغيش تبان للوالده صافي كنجي نوريها كتقول لي زوين. بعد المرات كاع ملي كدير لي فاطمه الزهراء برانك كتوريه للوالده ما كنبغيش انا كاع نلوحو في يوتيوب. يعني كيكون شي برانك اللي صعيب كتقول لي بحالاش يعني كيكون شي برانك فيه الضرب بزاف فيه المعيور يعني راه ضرباتك ولا ضربتي؟ انا اللي كنضربها صراحه بزاف ما نكذبش عليك حتى هي بعض المرات، ولكن انا الضرب ديالي خايب صراحه. ما عرفتش باللي ما خصكش تضرب للمراه راه كتعصب، ولكن فاش كنسالي فاش كتسالي المقلب حتى تبغي دابا ماما كيضربها بابا؟ لا لا الا بابا كيضرب ماما كاش غدير ليه ضروري
وراي هادي اختادي بصح ما كذبشيش ولكن ما كاش بقى فيه فاش شوف عجبتيني انا كنبغي نوجه ميساج حنايا مزوجين ماشي مضاربين خويا ما تفاهمناش انا وياك محكمه الاسره طلاق اتفاقي والسلام عليكم ما تضربها ما تضربك ضربها بالخير صراحه انا والله الا انا شوف كاينين انا ما كندافعش على المراه كاينين عيالات واعرات كيضربوا رجالاتهم وكاينين رجاله واعرين كيضربوا انا ضد العنف انا ضد العنف حتى مع الاطفال ديالنا ضد العنف دابا ندوزو عند فاطمه الزهره تعاود لينا على لي برانك كيفاش كيكونوا غير مستمعين هذوك لي برانك ولا ديال بصح لا الحق عمرنا زعما قلنا نتفقوا على شي برانك واخا اتفق عليه راه غيبان بانك راه متفق الحق عمرنا اتفقنا كاين برانكات بصح بعد المره كاين شي برانكات ما تلاحوش كنا بعد المره علاش قولي لي بحال هذا البرانك اللي ما تلاح كاين برانك كنت كنا مع كنت جبت شي دري كنت كندوي مع شي دري وما عجبوش كنت دويت مع شي دري والدري شكون راه غير صاحب خوه نيت صاحب خو دويت معاه في الواتساب بس زعما غير هي فاش هذيك كلت فرصه ديال بصح هي باش كاع ما نحناه وكاين اللي ضربك اش درتي ليه لا الحقيقه بقى في الحال بقى في الحال بزاف كيفاش تصالح كيفاش قولي لينا لا فاش كلي داك العصا الحقيقة توعات بلاكس كم كي قلت لي راه غير برانك ما تاقش بيه ما تاقش حتى وريت الكاميرا وجا خو دوا معاه وقال لي لا يعني حتى لهاد الدرجة ولي برانك شوية صعابين دوي دوي تدوي لي مع صاحب خو هذا شوية تكاسي شوية لا حيت حتى انا عمري دويت مع شي دري في واتساب يعني انت عارفة راجلك الغيرة كيغير عليك حقيقة نقولو صافي ما نحناش حيت فيه شي حوايج خايبين ما نحناش كاين شحال من برانك عقش بهم انا وكاين شي برانك عاق بيا هو ما كنلوحهمش هكا حنا كنحطو شي حاجه اللي حقيقي ماشي نقولو نشوفو كاميرا شافه وعقلنا نكملو نلوحو اللي عمرنا درنا شنو الكلمه الاخيره ديالك تبغي تقولها للجمهور ديال اشواق تي في والجمهور ديالك عبر المنبر ديال اشواق تي في كنشكرهم بزاف الناس اللي تبعونا تبعوا الفيديو حتى الاخر وكنتمنى يدخلوا عندنا وحق الله كنتمنى طلع لنا لاشين حتى حنا الفرحه باغين امتى توقع و لاشين ديال فانا بولي اشرف وكنشكركم نتوما بزاف والله يسهل على الجميع بهاد المناسبه كنبغي نهنئ جميع النساء المغربيات واشي اللي كاين تبارك الله عليك فاطمه الزهره الزيونه تبارك الله واخد الزينه ما شاء الله الله يحفظك الله يرحمك اخر كلمه تبغي تقولها للجمهور ديالك او الجمهور ديال اشواق تي في عبر المنبر ديال اشواق المهم اخر كلمه غنقول لهم الصراحه الله يسهل عليهم كاملين وراه بهم هما باش حنا كاينين حيت كون ما كانوش هما ما غنكونوش حنا صراحه الله يسهل عليهم كاملين وكنشكر الجمهور كامل ديال اشواق تي في على المتابعه ديالهم لهذا الفيديو هذا ونكونوا خفاف على قلوبهم وكنشكركم حتى نتوما على حسن الاستضافه ديالكم صراحه والله يسهل على الجميع والله يسهل على اي واحد كيتمنى الخير لاي واحد هادشي اللي كاين اشرف وحتى انا بدوري كنوجه نداء لجميع المشاهدين الكرام دخلوا تابوناو عند اشرف وفاطمه الزهره نابولي اشرف وان شاء الله غادي يوعدكم محتوى زوين محتوى نقي محتوى ماشي من غير لي برانك وعدتنا قالت لينا انا فاطمه الزهره في الكواليس ما غاديش نحرقوا هذه المراحل غادي تعرفوا ان شاء الله من بعد كنبغي نشكر الاب والام ديال اشرف جزيل الشكر على حسن الاستضافه ديالتهم هنايا معنا في الدار ديالهم كنشكركم نتوما لانكم تبعتوا معنا الفيديو حتى الاخير كانت معكم مريم فساحي خلف الكاميرا حمزه بوقنادل لنا الصوره ولكم التعليق اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة